أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له ولهم أجر كريم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا
شهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي ومغفرة من الله ورضوانه
وما الحياة الدنيا إلا متاع
Now
ثم قضينا على آثار برسلنا وقضينا بعيسى ابن مريم وآتينا وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها a
صدق الله.